How can I make my CV attractive؟ 10 خطوات سوف تساعدنا في كتابة سيرة ذاتية مميزة. أصحاب العمل قد تصلهم آلاف السير الذاتية كل يوم. كيف نستطيع أن نجعل سيرتنا الذاتية مميزة بحيث يختارها صاحب العمل بسرعة ونحصل على الوظيفة التي نريدها؟ من خلال هذه الحلقة سوف نطلع على 10 خطوات مختصرة ضرورية جدا، جميلة جدا، وسوف ننهي الحلقة ببعض الأمثلة للسير الذاتية بطريقة واضحة بحيث أنك تستطيع أن تملأ معلوماتك الشخصية بداخلها. سوف نتعلم اللغة الإنجليزية أيضا، حيث أن هذه 10 خطوات سوف نطرحها فقط باللغة الإنجليزية. لذا حاول تسجيل جميع الكلمات الجديدة والعبارات الجديدة، وكرر العبارات باللفظ الصحيح، واعمل على بناء السيرة الذاتية الخاصة بك بشكل جيد. أنصحك أن توقف الفيديو عدة مرات عند كل خطوة بعد سماع الشرح للعمل خطوة خطوة مع سيرتك الذاتية. قبل البدء اضغط إعجاب واشترك بالقناة وشارك هذا الفيديو لجميع أصدقائك، لأننا نضع وقت كبير جدا في إنتاج هذه المعلومات، وهدفنا هو نشر العلم مجانا للجميع. هيا لنبدأ بهذه 10 خطوات الرائعة. 10 خطوات سوف تجعل من سيرتك الذاتية تبرز من بين البقية. 10 tips to make your CV stand out from the rest. 10 tips to make your CV stand out from the rest. حاول أن تكتب العبارات الجديدة، الكلمات الجديدة لتتعلم اللغة الإنجليزية، وبنفس الوقت ركز على المعنى حتى تستفاد من هذه المعلومات بصناعة CV سيرة ذاتية جيدة ومميزة. 10 tips to make your CV stand out from the rest. هذه 10 خطوات سوف نأخذها بسرعة، نقرأها مع ترجمتها، وثم نفصل في كل خطوة من هذه الخطوات حتى تصل على أحسن نتيجة من هذا الموضوع. الخطوة الأولى: Be clear and structured. أن تكون واضح ومنظم. Clear، clear، واضح. And structured، منظم، منظم. Be clear and structured. Avoid embellishments. Avoid embellishments. تجدون الترجمة في الجهة المقابلة. رقم 2: تجنب الزخارف والزينة. Be concise. كن موجز، يعني مختصر. Make sure you can be easily contacted. تأكد من أنه يمكن الاتصال بك بسهولة، يعني اذكر طرق الاتصال بك، رقم التليفون والإيميل، وسوف نفصل في هذه النقطة أيضا. Remove all unnecessary information. Remove all unnecessary information. إزالة، أزل جميع المعلومات غير الضرورية. Put the emphasis on your experience. ركز على تجاربك، ركز على التجارب اللي عندك بالحياة. Put the emphasis on your experience. النقطة السابعة: Only mention relevant training. اذكر فقط خبراتك ذات الصلة بالعمل اللي تقدم عليه. النقطة الثامنة: Work in chronological order. اعمل في ترتيب زمني، حيث تكتب خبراتك بالترتيب الزمني من السابق إلى الآن بترتيب زمني. النقطة التاسعة: Be precise. كن دقيقا. النقطة العاشرة: Personalize your CV. اجعل سيرتك الذاتية شخصية. الآن سوف نبدأ بتفصيل هذه الخطوات، كل خطوة على حدة، حتى تتضح لك الخطوات بالتفصيل وتستطيع إنشاء سيرة ذاتية مميزة. هيا لنبدأ. Be clear and structured. النقطة الأولى: كن واضح ومنظم. There is no way recruiters are going to read all the CVs in detail. لا يوجد طريقة ولا فرصة لأصحاب العمل لتدقيق جميع وقراءة جميع السيفيات بالتفاصيل. لهذا السبب they begin by scanning. يبدأون بالنظرة السريعة، scanning the CVs، السير الذاتية. Received by reading them diagonally. بشكل قطري ينظرون، يقرؤون السيفيات. Only those that catch their attention. فقط السيفيات، those هم يعني السيفيات، السيرة الذاتية اللي تجذب انتباههم upon first reading،
من القراءة الأولى will be examined more closely، اللي راح يفحصوها بشكل أكثر. فقط اللي يقرؤوها اللي تجذب انتباههم من القراءة الأولى هي اللي راح يدققون عليها. Choose an attractive layout by structuring your ideas. Choose an attractive layout by structuring your ideas. اختر هيكل للسي في الخاص بك، هيكل مميز وجذاب من خلال تنظيم أفكارك. تنظيم أفكارك راح نعطي أمثلة في نهاية هذه الحلقة على شلون تسوي هاي النقطة بالتحديد، راح نعطي أمثلة حتى تكون الأمر واضح. For this purpose, use paragraphs and clear titles. استعمل فقرات منوعة وعناوين واضحة. Clear titles. عناوين واضحة. هيا ننتقل للنقطة الثانية. النقطة الثانية avoid embellishments. تجنب الزخارف. Avoid embellishments. تجنب الزخارف. A CV is a professional document. Don't try to make it stand out by using an eccentric font or colors. CV السيرة الذاتية هي عبارة عن وثيقة احترافية. لا تحاول أن تجعلها تبرز من خلال أن تستخدم الألوان والزخارف. Keep it simple. Keep it simple. دعها تكون بسيطة. Clear and to the point. واضحة وإلى الهدف اللي مخصص من أجلها. Be concise. كن موجزا. Your CV isn't a novel. سيرتك الذاتية ليست قصة قصيرة. Avoid telling the story of your life. تجنب أن تخبر قصة حياتك. Make sure the document doesn't exceed 1 to 2 pages of A4. تأكد من أنه الوثيقة اللي عندك اللي هي CV لا تتجاوز الصفحة إلى صفحتين من الـ A4. Indicate a few relevant elements regarding your professional experience. اذكر أظهر أشر إلى عدة أجزاء مهمة وإلها علاقة بالعمل من سيرتك وخبراتك الذاتية. Task, responsibilities, مسؤولياتك واهتماماتك ووظائفك اللي حصلتها. And possibly your education. واحتمالا ممكن أن تذكر أيضا الدورات. Title of your dissertation. ووثائقك العلمية أيضا. حاول أنه تخلي بها عناوين تذكرها بشكل واضح وموجز. فننتقل للنقطة الرابعة. النقطة الرابعة make sure you can be easily contacted. تأكد أنه ممكن يكون من السهولة أنه يتصلون بك. If the recruiter want to contact you, إذا كانوا أصحاب العمل يريدون الاتصال بك, they must be able to find your personal information at the first glance. يجب أن يكون قادرين على وجود معلوماتك الشخصية بالنظرة الأولى. Put it at the top of the first page. ضعها في رأس الصفحة الأولى, فوق في بداية الصفحة الأولى. Think of putting your page age rather than your date of birth to make things easier for the person reading your CV. فكر أنه تضع عمرك بدل من أن تضع تاريخ ميلادك. هذا يسهل الشيء على الشخص أنه يقرأ CV مالتك. Remove all unnecessary information. Avoid putting curriculum vitae at the top of documents. تجنب أن تضع أسماء الأشياء والعناوين أمام المحتوى. Similarly, don't put name in front of your name. يعني لا تكتب قبل اسمك عبارة الاسم وبعدين تكتب اسمك. هذه حاول تتجنبها لأن هذه تعتبر من الأشياء غير المهمة, من المعلومات غير المهمة. Address in front of your address, وأيضا كلمة العنوان أمام عنوانك, etc. If your CV is clear and well structured, إذا كانت سيرتك الذاتية واضحة ومنظمة,
There will be no room for uncertainty. لن يكون هناك مجال للشك إذا كان عنوانك واضح، اسمك واضح ومختصر. Put the emphasis on your experience. ركز وضع التركيز على خبراتك. Your experience is what interests the recruiter above all. خبراتك هي اللي يرغب بها أصحاب العمل بالدرجة الأولى فوق كل شيء آخر، قبل كل شيء آخر. It's more important than your training and master for be mentioned first. خبراتك وتجاربك هي أهم من أعمالك التدريبية اللي قمت بها، تمارينك، أمورك الثانية. حاول لهذا السبب تركز على تجاربك وتضعها بالمقدمة. Make sure it's relevant to the job for which you are applying. تأكد أنه هذه الأشياء تكون ذات صلة مع العمل اللي تقدم به، يعني خبراتك تكون ذات صلة مع العمل اللي تقدم عليه. No professional experience yet. ليس لديك تجارب احترافية مسبقا. إذن then emphasize any placements and student jobs. ضع أعمالك اللي عملتها كطالب، عملتها في أماكن مختلفة، ضعها إذا ما لم يكن لديك خبرات احترافية. If you really don't have any relevant experience، إذا لم يكن لديك نهائيا خبرات في مجال العمل، begin with your education. ابدأ بتعليمك ودرجاتك العلمية في الدراسة. Only mention relevant training. Of course, you have to mention your basic education. بالطبع عليك أن تذكر تعليمك الأساسي. And your specializations واختصاصاتك relevant to the job. ذات الصلة بالوظيفة. But make it brief. ولكن اجعلها مختصرة. If you have a degree, the recruiter won't be interested in your primary and secondary school studies, for instance. فلن يكون إذا كان لديك شهادات، فلن يكون المجند أو الشخص اللي يوظف مهتم بدراساتك الابتدائية والثانية على سبيل المثال. For instance، على سبيل المثال. Have you done any training during your career that you think is pertinent for the job in question؟ على سبيل المثال، هل قمت بأي تدريب خلال حياتك المهنية تعتقد أنه لديه صلة بالوظيفة المعينة اللي تريد تشتغل بها، تعمل بها؟ تحدث عن ذلك لشيء فترة وجيزة، يعني باختصار. Speak about it briefly. Speak about it briefly. تحدث عن هذا الشيء باختصار. Work in chronological order. اعمل بتسلسل زمني. اكتب أحداث أعمالك ودراساتك بشكل تسلسل زمني. Whether you are writing about your experience or your education. سواء كنت تكتب عن تجاربك أو عن دراستك، تعليمك. The most recent information is the most important. آخر الأحداث اللي صارت وياك هي الأهم، آخر المعلومات هي الأهم إذا كانت دراسة أو إذا كانت عمل. لهذا السبب ضعها في البداية. Always put it first. دائما ضعها في المقدمة، آخر نشاطاتك ومعلوماتك إذا كانت في الدراسة أو في العمل، ضعها في المقدمة. ومن ثم حسب التسلسل الزمني استمر بكتابة بقية المعلومات المهمة عن تجاربك وخبراتك ودراستك أيضا. Be precise. Don't forget to mention your language and computer skills. لا تنسى ذكر لغاتك، قدراتك اللغوية وقدراتك في الكمبيوتر، في الحاسوب الآلي. It's essential. إنها أساسيات.
but also mention your level of knowledge. ولكن أيضا اذكر مستواك في هذه المعرفة في اللغات والكمبيوتر. على سبيل المثال, for example, excellent, good, average, basic. إذا كنت في اللغة الإنجليزية محترف, excellent أمامها طبعا, وإذا good, average, عادي, وبيسك ومستوى بسيط. Recording languages بالخصوص اللغات, make distinction between your reading, spoken and written abilities. ضع فوارق بين قدراتك الكتابية والمحادثة والقراءة حتى أتمكن صاحب العمل من قراءة السيفي بشكل واضح. لهذا السبب كن دقيقا في معلوماتك. Personalize your CV. اجعل سيرتك الذاتية تكون شخصية. Your CV isn't a standard document. سيرتك الذاتية ليست وثيقة ثابتة. It's in your best interest to adapt it according to the job you are targeting. من الأفضل إليك أن تكيف وتهيئ هذه السيرة الذاتية حسب الوظيفة اللي تقدم لها. غير بها بعض التغييرات حسب نوع الوظيفة اللي تقدم لها. قدم أو أخر ببعض المهارات والمعلومات بحيث تتناسب مع الوظيفة اللي تستهدفها. Some experience or education slash training. بعض الخبرات والتعليم والدراسة والخبرات من خلال التجارب التمارين. Might be more relevant. ممكن أن تكون أكثر مناسبة for one job than for another. لبعض الأعمال من غيرها. بعض الخبرات والتجارب والتعليم ممكن أن يكون مناسب لبعض الوظائف أكثر من الوظيفة الأخرى. لهذه الوظيفة أكثر من هذه الوظيفة الأخرى. خلصت العشر نقاط الآن. رح ننتقل إلى التجربة العملية ونعرض لكم أمثلة حول السير الذاتية. بإمكانكم أن تفتحون دوكومنت بالوورد أو بأي مكان أي برنامج أنتو يعجبكم وتكتبون سيرة ذاتية مماثلة بنفس الطريقة وتخلوها معلوماتكم الشخصية. بها راح نعرض ثلاث أنواع من السير الذاتية اللي أتمنى تكون مفيدة, وصراحة أنا استخدم واحدة منهن, لكن أنتوا تستطيعون أن تختارون اللي تناسبكم أكثر وبيها صورة شخصية أيضا. نبدأ بالأولى, هذه اللي أمامكم. الاسم بالمقدمة, البروفايل خلينا هنا على اليمين, المهارات أيضا على اليمين, والخبرات على اليمين بيها تسلسل زمني مثل ما قلنا, المعلومات الشخصية للتواصل contact, هناك الاسم والإيميل وبعض والعنوان أيضا, رقم التليفون والأشياء الأخرى اللي ممكن يتواصلون معكم بها. شوفوهن بالمقدمة حاطيهن حتى تكون سهولة على صاحب العمل الوصول إلى الأشخاص اللي يريد يعينهم. بعدين تأتي اللغات, حاطيها على اليسار باللون الأخضر, وأسفل من عندها التعليم education اللي تجي بعدها. راح نأخذ مثال آخر أيضا اللي هو CV اللي على اليسار بالأصفر, أيضا اسم, صورة وبعض التفاصيل موجودة. ممكن توقفون الفيديو تطلعون عليها بالتفاصيل. ومثل هاي الأمثلة موجودة كثيرة أيضا بالجوجل, لكن أنا جبت لكم أفضل أنواع من CV اللي أتصور راح تكون بها فائدة كبيرة لكم. وهذا المثال الثاني أيضا باللون البنفسجي أو الأزرق السمائي على اليمين, أيضا ممكن تأخذون منا بعض الأفكار تكون واضحة. اتبعوا هذه النقاط, أتمنى تحصلون على أفضل وظيفة تعجبكم ومرتب عالي. تابعوا في تعلم اللغة الإنجليزية لأنها مهمة جدا جدا في الحصول على أي وظيفة بهذا الوقت. أتمنى أن تضعون إعجاب لهذا الفيديو, تشاركوا جميع أصدقائكم, لأن حقيقة أنا أضع الكثير من الوقت لأن أقدم لكم أفضل شيء في تعلم اللغة الإنجليزية وفي التقدم دائما. شكرا لكم على المتابعة, ولا تنسوني من صالح دعائكم. إلى اللقاء.